من اسطنبول معي الدكتور هشام مروى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري. دكتور هشام اهلا بك. بدايه يعني ما دلالات او كيف تنظرون يعني بالاحرى الى زياره وزير خارجيه النظام الى طهران؟ ابتداء صباح الخير لك وللاخوه المشاهدين. زيارات النظام او وزراء خارجيه النظام بالتاكيد هناك حراك سياسي، بالتاكيد هناك شيء يعد من اجل تحريك الوضع السياسي في العمليه السياسيه بناء على ما سمعناه من تصريحات لا خوف امس، وسمعناها ايضا من تصريحات كريمه، سمعناها من اجتماعات تجاريه هنا وهناك. فالوزير خارجيه المعلم هناك تقديرنا انهم يعدون لإطلاق مبادرة بشكل من أشكال هذه المبادرة. للأسف يعني ما تسرب منها، إذا أردنا الدخول في الموضوع مباشرة، ما تسرب منها الحقيقة هو ليس أكثر من تكرار خطاب بشار الأسد بتاريخ 5/1/2013. هذا الخطاب الذي لم يتضمن إطلاقا الحديث عن رحيل الأسد، يتحدث فقط عن حكومة وحدة وطنية سماها الأسد في ذلك الوقت موسعة، لكن الحقيقة هي ليس حلا ولا يمكن ان تكون حلا، وهي انحراف كامل عن مشروع بيان جنيف الذي يقضي بوجود هيئه حكم انتقالي كامله الصلاحيات. حكومه الوحده الوطنيه حسب الدستور السوري الذي دستور نظام الاسد الذي تم اقراره عام 2012 لا يجعل لهذه الحكومه اكثر من صلاحيات سوريه، فلا تحل المشكله حكومه وحده وطنيه. هذه التسريبات ليست حلا جديا، لا يمكن ان تحتوي وان تنتج حلا جديا. يجب ان يكون واضح الحكومه الوحده الوطنيه في ظل نظام رئاسي شمولي ديكتاتوري لا تعني اكثر من الموظفين للدرجه الاولى واحيانا للدرجه الثانيه او الثالثه. ايوه. طب هل هي مرتبطه يعني يعني او مثلا شيء ما له علاقه بالاجتماع الثلاثي الامريكي الروسي السعودي في الدوحه؟ يعني بالتاكيد كان هناك شيء موجود على الطاوله، ولكن هل بالضروره؟ هذا كلام لا استطيع ان اؤكده ولا بالتاكيد استطيع ان انفيه. لم يتسرب شيء عن لقاءات الدوحه بشكل واضح، انما التقرير الذي جاء في دعم للعمليه السياسيه ودعم للحل السياسي، ولكن بالتاكيد هذه الدول الداعمه للقضيه السوريه تلتزم ببيان جنيف. بيان جنيف الواحد لم يكن حاضرا او لم ياتي في هذه التسريبات، بالتاكيد لم يتسرب، لم يطرح اي شيء بشكل واضح ومحدد. ولكن في بعض التصريحات بدات تختلف عن سابقتها، يعني مثلا الرئيس التركي اردوغان قبل يومين قال عندما التقى بالرئيس الروسي بوتين بانه الاخير يعني بوتين يتجه نحو التخلي عن الاسد. الحديث عن غزل سياسي او رغبه بالحل السياسي لم تتوقف روسيا عن اطلاقه، ولا ايران عن اطلاقه، ولا الدول الداعمه للنظام، ولا الدول الداعمه للثوره السوريه، لكن هل هناك اراده جديه؟ لم نلمس من الروس ولا من الايرانيين اراده جديه، يعني لماذا البحث عن بيان عن مرجعيه اخرى للحل السياسي غير مرجعيه جديد؟ هل هناك من يقبل بتراجع عن بيان جنيف واحد ويقول انا ملتزم بقرار الشرعية الدولية؟ الحل السياسي الذي يستند إلى الشرعية الدولية ينبغي أن يستغلق من حيث وقفت المفاوضات، لا ينبغي أن يعود إلى نقطة الصفر. ما يجري في إيران، ما يطرح من روسيا حقيقة يعني أيضا أتحدث عن تسريبات، هو تجاوز لكل الثوابت التي قام عليها بيان جنيف واحد. هل تتخيل أن مكافحة الإرهاب تكون عبر نظام يمارس الإرهاب فعلا، أو نظام غض نظره عن وغض عينه وأغمض عينيه عن نمو الإرهاب في المنطقة؟ لا يمكن بعد هذه الملايين التي شردت والملايين التي قتلت ان تبقى اي حاله من حالات الامل للوضع في سوريا بدون رحيل الاسد. طب باعتقادك، هنا ما له علاقه بالتسريبات، اعتقادك انت يعني انه الاتفاق النووي مع ايران ممكن مثلا من ضمنه من وراء الكواليس يشمل شيء له علاقه بالصفقه بخصوص الحل في سوريا؟ نحن نتمنى انه لو شفع هذا الاتفاق بما يؤدي الى تعزيز السلام في المنطقه، الى الان ليس هناك شيء مؤكد، كلها تكهنات، لكن الذي جرى على خلفيه الاتفاق النووي تحت تشددا اكثر في مواقف النظام، تشددا اكثر في مواقف ايران، هذا ما لمسناه من خلال التصريحات التي جاءت عقب زياره السيد ديمستورا الى دمشق والى طهران، تشدد اكبر من حلفاء النظام ومن النظام لذاته بعيدا عن
جنيف واحد أو بين مرجعية جنيف التي أخرجتها الشرعية الدولية. شكرا لك دكتور هشام مروى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري.